دايما بنستنى المعرض ده من السنه للسنه. معرض المدرسه بيعمل رواج على مستوى الايه؟ الويش والمصانع. وطبعا عاملين منتجات على قد الايد مش غاليه. الحمد لله، هو كل سنه بننزل بكوليكشن جديد، والتخفيضات طبعا حسب السياسه طبعا اللي هي العمل الدولي، ان احنا لازم بنعمل تخفيضات طبعا عاليه جدا لغير القادرين وللطبقات المتوسطه والاقل المتوسطه والعاليه برضو، فبنعمل تخفيضات كبيره جدا على الشغل بتاعنا، بيبقى اقل حاجه من 30، ممكن في حاجات بتوصل ل 50% كمان. احنا كده بنشارك كل سنه طبعا، معرض طبعا كبير طبعا، فلازم نشارك معاهم، وطبعا الاسعار طبعا بتبقى متفاوتة، طبعا عاملين خصومات كبيرة جدا، وعندنا طبعا حاجات كتيرة فيها يعني تبعنا تبع المصانع بتاعتنا. بالنسبة للشنط، بالنسبة للكشاكيل، عندنا صبورات برضه نفس الكلام، وإقلام برضه عندنا طبعا خصومات 20%، وعندنا خصومات 50%، في حاجات طبعا عليها خصومات 50% يعني زي كشاكيل أو كده، في مقالم برضه عليها خصومات، في عندي طبعا 20%، كل ما هو موجود عندنا هنا في البارتيشن عليها 20%. احنا هنا يعني حاولنا ان احنا نجيب كل الفرايتيز، كل انواع النظارات، ونقدم بخامات كويسه جدا. يعني احنا مش جايبين حاجات تبقى رخيصه او لوكال، لا، احنا جايبين خامات كويسه جدا وهنبيعها باسعار كويسه، مساهمه مننا، لان احنا برضو اولياء امور بالنسبه للاولاد والطلبه، وفي نظارات كمان للكبار لو حد عايز. بالنسبه لنا اول مره نشارك، انما كان في ناس بتشارك قبل كده. هي حاجه طبعا مهمه جدا للاطفال، لان احنا عوده المدارس دايما بيبقى اولياء الامور كله بيهتم عشان يبقى قدامه السبوره يجيب له نظاره، فده بيبقى مهم قوي انه يعمل له نظاره عشان يقدر يشوف ويتعامل مع زمايله.